بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشف المستور أو ظهور الحقيقة، الإمارات وإسرائيل تعلنان تطبيع علاقتهما بواسطة ترامب. توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق بين قوسين، اتفاق سلام تاريخي، وهنا يظهر لنا الحقيقة، حقيقة محمد بن سلمان وبن زايد والسيسي، إضافة إلى كل صهيوني من صهاينة المنطقة. لم يكن محمد بن زايد يفعل ما يفعل إلا بدور مرسوم، وأنه ضلع أساسي في إدارة هذه المنطقة من واسطة جهتين اثنتين فقط، هما الصهيونية العالمية والماسونية العالمية. فكل هذه الأسماء التي ذكرت هم أعضاء في المحفل الماسوني، وهم أعضاء في الصهيونية العالمية. فالصهيونية العالمية هي التي تحرك هؤلاء، لا فرق بين نتنياهو وبن زايد وبن سلمان والسيسي وكل من يركب معهما في هذا المركب. حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الدولتين ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات متعددة، دولة الإمارات قالت من جهتها إن الاتفاق سيكون له وقع إيجابي على المنطقة. وآدي صورة حميمية تجمع كل من الرئيس ترامب وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، صورة معبرة. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن توقيع اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات، واصفا إياهما على تدوين على تويتر بالصديقين العظيمين. وجاء في تصريح مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات نشره ترامب أن بعثة الدولتين ستلتقيان خلال الأسابيع المقبلة لأجل توقيع اتفاقيات حول الطيران المباشر وقضايا أمنية وأخرى متعلقة بالاتصالات والطاقة والسياحة والرعاية الصحية، فضلا عن تعاونهما لأجل مواجهة جائحة كورونا، وهو تعاون بدأ منذ أشهر. وأشار التصريح إلى أن فتح علاقات بين اثنتين من أكبر الدول ذات المجتمع المتحرك والاقتصاد المتقدم في الشرق الأوسط سيغير المنطقة وسيقوي الابتكار التكنولوجي وسيصقل علاقات الشعبين، حسب التصريح الذي وقعه ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل، وثالث بلد عربي بعد مصر والأردن. وقال مسؤولون بارزون بالبيت الأبيض لرويترز إنه بموجب الاتفاق وافقت إسرائيل على تعليق بسط سيادتها على مناطق من الضفة الغربية كانت تدرس ضمها. وقالت السفارة الإماراتية في واشنطن إن إعلان اليوم للتطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين هو انتصار للدبلوماسية وللمنطقة، وسيتيح خفض درجة التوتر ويخلق طاقة جديدة لتغيير إيجابي، مضيفة أن الإمارات ستظل داعما قويا للشعب الفلسطيني ولكرامته وحقوقه ودولته السيادية. مش عارف كيف ستدعم الإمارات حقوق الشعب الفلسطيني وهي تصنف الحركات المقاومة هناك كحركات إرهابية، كيف ستدعم كرامة المواطن الفلسطيني وحقوقه ودولته وهي التي تطبع الآن مع الصهاينة وتعتبر أنها شريك معهم في تدمير المنطقة. بدوره أعلن محمد بن زايد في تغريدة على تويتر أنه تم في اتصال مع ترامب ونتنياهو الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية. وآدي حساب محمد بن زايد على تويتر، وآدي التغريدة التي جاء فيها: في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب
ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية. بينما قال نتنياهو على تويتر إنه سيلقي كلمة اليوم على الساعة 8 بالتوقيت المحلي بمناسبة يوم تاريخي لدولة إسرائيل، حق لنتنياهو أن يحتفل زي ما بيقول بهذا الكسب أو الإعلان التاريخي. لا شك أن ما يحدث هو مجرد الإفصاح عن علاقة متجذرة لم نكن نفسر أو لم يكن كثيرين يفسرون ما يحدث في المنطقة العربية من حرب ضروس، لم يكن كثيرون يفسرون ما يتم في المنطقة العربية من عملية تدمير شامل، تدمير للمنطقة، جيوش وشعوب وتقسيم للخرائط وكل هذه الحركة، أي أن محمد بن زايد كان هو قفاز نتنياهو أو هو رجل الصهاينة في محاولة إعادة ترسيم المنطقة لصالح الصهاينة. وكل اللي تم اليوم هو فقط الإفصاح عما كان خافيا، البحث عن الآثار التي كان يقوم بها بن زايد. ابحث عنها جميعا سوف تجد الصهاينة أو المصلحة الصهيونية، وكذلك عبد الفتاح السيسي، وكذلك محمد بن سلمان. هذه الجوقة الفاسدة الخيانية الإجرامية، والتي تعمل كلها بأوامر صهيونية ماسونية لمحاولة تغيير خرائط المنطقة ولتدمير المنطقة بشكل ممنهج. لم يكن ما يفعله عبد الفتاح السيسي من عاصمة الإدارية، أو محمد بن سلمان في عاصمة نيوم، أو ما يفعله بن زايد في اليمن، إلا كلها عمليات توزيع أدوار والقيام بأعمال مشتركة كلها لسيد واحد، سيد يسوق الجميع ويحرك الجميع. وصدق ترامب عندما كان يقول للسيسي دكتاتوري المفضل. إذن هل بانت الحكاية واتضحت الصورة ووضح ما كان خافيا، أم أن هناك ما زال تحت يعني الأكمة ما تحتها؟ لا شك أن الأمور سوف تتضح شيئا فشيئا، لا شك أن ما كان خافيا سيظهر، لا شك أن الأحداث التي تحدث وربما لا نجد لها تفسيرا كما حدث في لبنان أو يحدث في السودان، أو شحن المرتزقة من جنجويد وغيرهم هنا وهناك، هذه الأمور لم تكن لتتم بشكل عبثي، إنما بتخطيط ممنهج، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبطل كيدهم وسحرهم وشرهم، وأن يقل المنطقة إجرامهم. إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم، لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.